اعطي اشاره انطلاق هذه الحمله من هذه وحده تعبئه قارورات غاز البوطان، وهذا هو هذا المنتوج، هو المنتوج الذي يبحث عليه والاساس الذي يبحث عليه كل الناس في فصل الشتاء في موجات البرد. هناك بعض المبادرات الخاصه قامت بها نفطال على عاتقها الخاص، اي ماليا وتقنيا، ونقل الصهاريج الى مدارس مناطق الظل، بحيث انه لحد الان قمنا بوضع حوالي 663 صهريج في مدارس هذا. ماذا يعني هذا؟ يعني انه مهما تكون الظروف، بان هذا سعه هذا الصهريج ستكفي لمده 3 أشهر، وهذا يعني ان مشكل التدفئه في مثل هذه المدارس لن يكون مطروحا على الاقل فتره الشتاء.